السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم عرب فيبينج، وزيت في فيديوهات النكهات للأمانة، لكن نكهات جبارة للأمانة. انصدمت نكهات الأمريكية صراحة يعني في شركات بدأت تنافس وبقوة وتظهر في السوق، وآخر الشركات اللي ظهرت اللي هو تشوفونه في الصورة جوت اس موريس أو من هالقبيل. طبعا فكرة لو تدخل الموقع نفسه اللي هو www.gotsmorriseliquid.com بتنصدم ان الموقع كله قائم على هذا النكهة فقط، على هذا النكهة فقط، يعني ما عندهم نكهات اخرى، ما عندهم اي شيء، ما عندهم فقط هذا النكهة. هذا النكهة يا جماعة الخير اللي هي مع يعني على الوصف تلاحظون في الصورة، يعني حاطين لك بسكوت، حاطي لك الشوكولت، حاطي لك المارشميلو، هذا حاطي لك نفس الكريمة فوق المارشميلو. فخلونا نشوف هذا النكهة ونجربها ونقيمها إن شاء الله. طبعا الحجم بيكون 60، والقوة قوة النيكوتين بتكون 3 mg، يكتبوا لك فوق، بالإضافة أن عندهم 0 mg، 0 نيكوتين، 3 نيكوتين أو 6 نيكوتين على حسب الذوق. فأول ما تفتح تلاحظ عبوة بهذا الشكل. خلونا نجرب في خزان النالو. طبعا خلونا نخليه على الفتحة اللي في المنتصف، ما نخليه زيادة ولا نخليه يعني كذا تمام، ونشوف كيف الأداء بيكون. يا سلام إنه يطبخ. الآن يا جماعة الخير خزان أو نكهة الجوت سموريس، خلونا نجرب ونقول بسم الله. في حلاوة في الموضوع، في الشوكولات في الموضوع، يعني 100%. في الكريمة في الموضوع، شيء خفيف. البسكوت طاقي، نكهة البسكوت جدا قوية. خلوني اجرب بعد قليلا من الجوتس موريس على قولتهم عشان ما نظلم النكهه، نعطيها تقييم 100%. لأن يسخن الخزان يصير طعم أحلى. نكهة جدا قوية يا جماعة الخير. في حلاوة في الموضوع، في البسكوت في الموضوع، في الكريمة في الموضوع، الشوكولات خفيف. نعم الشوكولات خفيف لكن تتلذذ في الموضوع. للأمانة انك اعطيها 9 من 10، نكهة جبارة. اللي يحب سوالف الروكت مان والملك مان وهذا الامور ياخذ هذا النكهة وان شاء الله ما بيندم. وهذا هو يا جماعة الخير موقع gotsmorriseliquid.com. لو تلاحظون ما في الا هذا النكهة فقط لا غير. طبعا عشان تتواصل مع الموقع نفسه تروح تضغط على كونكت، وبعد ذلك تملي البيانات وتراسلهم على أساس إذا ودك في النكهة. طبعا الحجم بيكون عندهم 60 ملي، وتختار نسبة النيكوتين اللي هو 0.6-3 باللي يعجبك، وتشوف الكمية اللي تعجبك إذا ودك
وتطلب منهم انه يعني يرسلون لك عن طريق الديتشل فيدكس ارامكس بريد عادي بريد ممتاز على حسب الدوله اللي انت فيها، وان شاء الله ما يخيب ظنك في هذا النكهه على الوصف اللي انا وصفته في هذا الفيديو. وهذا كل شيء يا جماعه الخير، وكان معكم اخوكم عرف فيبنج، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليله، نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير.